في بلد الحضارة والفراعنة آلاف من العادات والتقاليد منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا، هيك حكوا إنه كان وإلى مصر. بليلة 20 نيسان وقبل ما يناموا الفلاحين بحطوا تحت لوسادة بصلة خضراء، وبفجر 21/4 بياخدوا البصلة وبيرموها بالترعة وبيجروا وراها، لأنه باعتقادهم بيطهروا أرواحهم من الأرواح الشريرة وأنفسهم من السموم، وبهيك بيستقبلوا فصل الربيع وعيد شم النسيم الفرعوني. فبتحمل أسلالهم البيض الملون يلي بيرمز للحياة، بالإضافة للعسل والجبنة والفلافل. أما بالنسبة للغداء فهو السمك المملح والمدخن، الفسيخ والرنجة، وبعد هيك بيطلعوا ليشموا النسيم والهواء بالأراضي الخضراء والجنينة حتى المغرب. هيك حكوا إنه كان، والله أعلم كيف الحال.